سفيان وبليل والسادة المستمعين باش نحكيو على موضوع الحكم الموريتاني. والحقيقة شنو نعملوا؟ شنو نعملوا سرد للواقع، سرد الأحداث شنو صار بالضبط، لأنه فما دو فيرسيون سفيان. وكنا سمعنا دونك الحكم الموريتاني عبد العزيز بوح كان اللي كان دون نويس المرياح اعتدى عليه بالكف مكتب الرابطة جمعة فاتت أجل النظر في ملف وقتها في ماتش الترجي والأهلي دونك كيما اليوم بالضبط. ووسط الجمعة الرابطة تعاقب مرياح بأربع مقابلات على خلفية تقرير تكميلي، ولهنا الجدل في حكاية التقرير التكميلي من الحكم الموريتاني اللي أكد عرضه لعملية دفع مشكف به برح على AFM أيمن زروق. كان عدى تسجيل للحكم الموريتاني قال إنه تسجيل مقتضب، هتو نسمعوا الحكم شنو قاله. أنا ما عنديش حاجة نفيد بها، بس التقرير نعمله بعد الماتش ونعطوه والاتحاد واللي قرر واللي تتعلق بالتقرير حسب التقرير حددها حسب تقرير الحكم يقدروا يعني يتخذوا منها أي قرار. هل طلبوا الرابطة الوطنية لكرة القدم، هل طلب التقرير تكميلي للتقرير متاع المقابلة ولا لا؟ لا، ما في تقرير تكميلي، ما في حاجة. اللي وقع بالضبط هو اللي كتبت في ورقة المباراة، هذا اللي وقع. صافع يعني؟ طبعا. دونك كنت تسمعوا في التصريح اللي كان تعدى مع أيمن زروق على إذاعة AFM. بعد لنا الإدارة الوطنية للتحكيم تعبت بليغ وتنجم تشوفين معنا في اللايف تقول لك إنه الحكم أودع عندها تقرير التكميلي بتاريخ 8 ماي. من جهة أخرى نلقاو صحفي موريتاني اسمه بشير سيدينا، نورمالمون هكا الاسم كامل، ينفي قيم الحكم الموريتاني هذا بأي حوار إعلامي في الخصوص الموضوع هذايا، وقال إنه في الارجنتين دونك في تربص دونك عندنا بريسيون، صرح ما صرحش، فما تقرير تكميلي ما فماش تقرير تكميلي دونك براتيكمون هذا اللي صار. قبيله شويه مع كريم مقني كان معاهم سيبن حسينه واعطى شويه التفاصيل نسمعوهم. مدام أودع دونك فما إن بريزونس فيزيك، فما بريزونس فيزيك، فما إن ديشارج دونك هنا الحكم حضر بشكله ورحمه في الإدارة في التحكيم وأودع التقرير. فما الهيئة الرياضية تطلب توضيحات للحكم، هذاك الوقت الحكم يعطي تقرير تكميلي. ينجم يكون هذا، ينجم يكون هذا الواقع. هذا الواقع من طلب لنا؟ هذه لا كيستيون بيبو، في لا كيستيون دو فاز، من طلب للحكم بي ديبوزيسيون بي ان رابور كومبليمونتير؟ هو الحكم ما عندوش حق في التصريحات هذيا، الوار سي زو هذا في كل الحالات في ميريزمون انتيريور ديال الفيفا، هذا ما عندوش حق في التصريح، لكن فما بالك الحكم يبدا سو ستاج ديال اوفيسيال ديال الفيفا لازم الترخيص مباشر من رئيس الفيفا انفانتينو. حتى كلمة البورائي في الجامعة الموريتانية يقول لي باش تعمل تصريح من باي دو دروا هو توا تحت، هو ما هز عليه اصلا سي محمد، معناتها الحكم ما نجم يصرح الا ما انفانتينو يقول له، يقول له تفضل تنجم تصرح. يا سيدي في كاس العالم بالاواسط في الارجنتين شكون يكون فيها الفيفا؟ ما علاش خذا اوتوريزاسيون من رئيس الفيفا او من كولينا او فرنسا؟ دونك براتيكمون هذه شوي من اللي قالوا سي بن حسينة. دونك تنجموا تلقاو الحوار كامل في الساعة الأولى من داتافوت، نحكيو على تكهنات وحاجات ما خاطر ما عندناش الفيرسيون صحيحة لحد الآن. ما نعرفش، نبدا بك بلال. والله غريبة، هو صحفي موريتاني أصلا حتى كيف هبط قال يطالب الاتحاد الموريتاني بفتح تحقيق في قال هو حسب كلامه المنتحل الشخصية متاع الحكم اللي حكي في الراديوات. غريبه ممكن ساعات راهو نجم راهو الزربه باش تاخذ سكوب ولا باش تعمل حاجه تري تدخلك في الغلط، دونك بعد تحقيق ولا حاجه. اما في الاخر غريبه الحق تاع ربي، اذا غلطه ياسر. هو اي مزروق مازال ما نعرفش، انا ممكن ينجم يفسر بعد شويه في الحصه نتاعو. ما هذا تسجيل صوتي، فما ناس يقول لك راهو نفس الصوت نتاع الحكم هذا، ما تصورش كان ايمن زروق. ما نعرفش انا باش تغيب عليه الحاجه هذه انه يتاكد من التصريح، لكن هاني قلت لكم ما فماش الفيرسيون اللي نجموا نعتمدوا عليها ولا نحكيوا فيها ولا نقولوا حتى المواقف نتاعنا. سفيان ومجي اخرى زاده كيف حتى الرابطه بليل والبلاغ اللي هبطته التوضيحي نتاعها، دونك أتصور من هذا الجانب وما تصور زاد كيف من الجانب الآخر. سفيان يعني شو يقول لك، قعدنا في البطولة الوطنية قعدنا ندوروا في حكايات صحيت فهمتي شنين شي احنا بطولة ماشية وتوخر
10 سنين ما خلقناش ملاعب يعمل 66 كيف هكا ويملى العين ونجم ويحترف في البرة وكذا. قعدنا بكل حديثاتنا كل جمعة على مشكلة خارج كرة القدم. خويا دبلو رسم اختاني من الكورة ومن الوحدة. تفرجوا شوية في أوروبا، تفرجوا شوية في هاني. قلت لك ساعات راهو العبد كي بدا يجري على السكوب بطريقة معناها متاع هوس نجم تغلطك تدخلك في تونس. نجم زاد الحكم الموريتاني بوتيت خا نقولوا ينجم يكون عطى تصريح وبعد ذيك بطل من التصريح هذا يروح. وانا خاطر حسب ما كتب الصحفي الموريتاني قال لازم قال لك الاتحاد نتصور الاتحاد الموريتاني باش يفسر الوضعيه الموضوعيه في الاخر هذيك هي تبقى حتى اذا صارت غلطه بون تاثيراتها من بعد شنو هذيك حاجه اخرى. هذا ونرجع الاصل المشكل بلي نحكيوا على الانضباط وكي جواريت زاده نسيسوا بالتويعه صح جوال ماتش اصل المشكل نرجعوا له ملول بكل اللي هو هذا جواريت تشوف الماتش تروح على روح روح على روح خسرت ربحت تعادلت فاش قام تشوف الشامبيونز ليج تاع اوروبا فماش ما اغلى منها وما اعز منها عند جواريت الكل ونسبه المجاوك تشوف تخسر جواريت وتخسر الكيبيت وتروح الناس فريح المزروي يسلموا على بعضهم يبوسوا بعضهم يبدلوا البريو صحيح ساعات شوفوا ربا ملاعب يتنرفز كذا منا اي مريره في الفعل زين اخويا زي بكا وخسرت خسرت زين ربي على روحك فهمتي ولا لا تقرب الحكم لا تدور بالحكم سيب علينا تظهرني صار شي مره في مره في ماتش تونس صارت مره ظهر لي حكم ما دارش بي سينو بقيت ماتش الحكم يدخل يجري وعنده الحمايه الامنيه كيفاش ولا يخرج بها لان نورمالمون لازم تطلع راه فضيحه راه لازم نوصلوا للستاج هذاك انه يدخل وحده يخرج وحده. افهم انت معناها توصل تعمل حمايه امنيه الحكم من شكون تعمل فيها الحمايه الامنيه من جواريت فهم انت معناها جمهور يا ودي انسى الجمهور باش الجمهور هذي جمهور باش يهبط يشوفوك باش يهبط شي 10 3 بوليسيه باش يفضوها له مع 1000 ولا 2000 لا لا هي الحمايه هذيك اللي تدخل تجري يحميوا الاربيتر من جواريت ومن المدربين يا انت يا جوار ولا يا مدرب شوف صورتك انت كيفاش معناها يخزروا لك عباره واحد مستاوش مش يمشي ياكل الاربيتر ما عادش سيب عليك كملت روحك سلم على صاحبك ما تسلمش عليه الاربيتر وبرا خرج على روحك خويا وسلم باي 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 بكاو والا خويا انا مع العقوبات الردعيه زاد مع العقوبات زاد حتى سلم ما سلموش مش سلموا على بعضكم كجوارات اخرتها بالاخر باش يسلم ولد في 4 ماتش ضرب ومضروب معناتها الزدام يا ودي كمل تروح برا روح برا هبط راسك برا ادخل الفيستير بدل برا والوقت وانت خسرت باهي الاربيتر هاك ضربته الاربيتر شنو من بعد؟ باش يبدل النتيجه يقول لا والله ساعات الاربيتر والله ساعات رجعوني للانفعالات نتاعي ساعات تشوف حاجات تضحك الاربيتر ثاني زفر بيلانتي ياخذ ويتعار 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 حتى حاجه تحكم فيها الفار رانا نتعاركوا عليها راه حتى يا ودي نحن رانا وصلنا شافوا بالفار وتاكدوا منها صحيح بدعنا سفيان بدعنا كنا قبل نقولوا نحن مثلا ما عندناش فار كان الاربيتر ديما مستهدف وبيه وعليه وكذا كذا صحيح هيا جا الفار جا الفار وبدينا من الاول عملوا قلنا ما احلاها الفار وهو فض برشا مشاكل تو الجماهير الرياضيه واللي ستاف وين وصلوا انت في الشك في المخرج نتاع المقابله اي وصلنا المخرج فاهم انت علاش حطونا المخرج هذاك علاش حطونا المخرج هذاك تو ما عاديش فاهم معناها رانا عايشين في مؤامره شيخ اللقطه من زاويه مش ظاهره الزاويه رانا عايشين في مؤامره رانا عايشين في مؤامرات اقسم بالله باش نخرجوا منها جمله معناها ريت يا ودي فينال تشامبيونز ليغ او جاي فينال تشامبيونز ليغ انت شكون الانتر والسيتي ما لا تتخيل واحد من جمهور السيتي يقول له باش يبدلونا المخرج نتاع المباراه واحد من الانتر كان احنا عندنا السفاسف هذه نسيبوا الطرح ونتلهوا في الحكايه التافهه نعيشوا برشا في المؤامرات ساعات واضح